اللي كنا خايفين منه حصل، والبنك المركزي قرر رفع سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس أو 2%، وبكده هيوصل سعر الفايدة 21.25% و22.25% و21.75% على الترتيب. طيب أنت عارف تأثير الكلام ده إيه؟ والأمور هتمشي إزاي؟ وإيه مصير الأسعار في مصر هيكون الفترة الجاية؟ تابعونا. مصر كلها بتتكلم من شهور عن التعويم، وكل السلع في مصر التجار عوموا سعرها بدري، والحكومة ودن من طين والتانية من عجين، وسابت الحبل للتجار يشدوا على رقبة المواطن براحتهم، ووزارة التموين وجهاز حماية المستهلك ما عادش لهم دور في الحكومة. وقرار البنك المركزي النهاردة هيؤدي بشكل مباشر وفوري لرفع الأسعار، خصوصا أن مصر دولة مصر خصوصاً أن مصر دولة مستوردة قايمة على شراء غالبية السلع الأساسية من الغذاء والأدوية وغيرها من الخارج بالدولار، وارتفاع سعر العملة الخضراء أمام الجنيه يزيد من قيمة فاتورة الاستيراد، وبالتالي هيتم تمرير الزيادة للمستهلكين بالداخل. طب ليه البنك المركزي بيرفع أسعار الفايدة واللي بتوزع الأسعار على الناس؟ مصر في الفترة الأخيرة كان فيها سعرين للدولار، الأول رسمي في البنوك بسعر ما يقارب 31 جنيه، والثاني في السوق السوداء وعدى 50 جنيه. والأزمة الحقيقية في مصر إنه البنوك ما فيهاش دولار يغطي الاحتياجات بسبب نقص موارد دولة من العملة الأجنبية من إيرادات السياحة والاستثمار وقناة السويس وغيرها من مصادر الدولار للدولة المصرية. اتجاه المستوردين وشركات السياحة للبحث عن الدولار في السوق السوداء رفع قيمة الدولار بشكل مستمر بسبب زيادة الطلب عليه وقلة المعروض، وبالتالي أسعار السلع المستوردة زادت بشكل مبالغ فيه وزاد معاها باقي السلع. طب ايه هي اهداف البنك المركزي من التعويم؟ هدف المركز من التعويم هو توحيد السعرين الرسمي للدولار في البنوك مع السوق الموازيه والقضاء عليها نهائيا، وده هيحصل من خلال تحرير سعر الصرف وتحفيز المستثمرين للدخول في السوق المصري، ورساله من الحكومه اننا عندنا سعر واحد للعمله ومفيش خطر على دخولكم للاستثمار في مصر، خصوصا المستثمرين خلال الفترات اللي فاتت كانوا بيخافوا يدخلوا مصر وياسسوا مشروعات بسبب خوفهم ان المبالغ الدولاريه اللي هيحطوها هتفقد جزء من قيمتها بعد تحويلها لجنيه مصر في ظل الانخفاض المستمر بسعر العملة بسبب استمرار السوق السوداء. بانكير نبض البنوك.